قاعد انه ناخذ الداتا اللي موجوده داخل الداتا تيبل، مثل اسم المستخدم، الصلاحيه، والاسم الخاص في الطبيب، ثم بعد ذلك نسند للداتا اللي موجوده عندنا داخل الصفحه الرئيسيه. الان خلينا نذهب على الهوم، الصفحه الرئيسيه، ثم بعد ذلك ابدي اخذ هذا التكست هنا، لابد انه نحتفظ في هذا التكست، ونقول له اسمه، يعني نعطيه اسم راح نستخدمه txtdoc، نقول مثلا name، تمام. ثم هنا نقول له هنا txt، نقول له هنا مثلا راح ناخذ اليوزر نيم او ناخذ النيم، تمام، ناخذ النيم نفسيته، فايضا راح يكون عبارة عن txt ايضا doc name 2، ثم هنا txt doc pool، تمام. الان احددها هذه كلها، ثم ذلك اذهب على المودفاير الخاص فيها، اين هو المودفاير؟ اوكي، اين هو المودفاير؟ هذا هو المودفاير، اجعله في بوبليك، ثم ارجع مرة اخرى على ارجع على ال FRM user، هنا ال FRM login، ثم بعد ذلك ابدي مثل ما اخذت كاوبجكت، هنا اخذ الاوبجكت، يعني عن الاوبجكت اسمي النيم، ثم بعد ذلك راح اسوي لك داتا تيبل، ناخذ هذا نفسي تكوبي، ضع بيست، النيم هو يمثل لك السطر الاول طبعا اكيد، العمود الثاني، تمام. وايضا نحتاج الى طبعا هذا اوبجكت في السمول، وايضا ايش نحتاج؟ نحتاج الى نحتاج ايضا الى الصلاحيه. الصلاحيه ايش تمثل لك؟ هي نسميها رول. الصلاحيه هي تمثل لك العمود، ايش العمود الاول اليوز، العمود الثاني النيم، واليوزر نيم، والباسورد، اذا الخامس، تمام، هنا الاندكس الخامس. اوكي، داخل ال FRM قبل لا اعمل شو عليه، راح اقول له ال FRM main dot txt name، راح يمثل لك name dot to string. اوكي، هنا string to object return respond to object dot text، طبعا عفوا dot text، ثم بعد ذلك عندي ايضا عندي name 2، ثم بعد ذلك عندي txt rule، راح يتمثل لك rule، تمام، بهذا الشكل. الان خلينا نعمل start. الآن إيش نتوقع؟ نتوقع أنه يجلب لنا المعلومات الخاصة في المستخدم ويبدي يسندها بصورة مباشرة على الليبلات اللي تمثل لك إياها. الآن صفاء 1 2 3 4 5، نجري عملية تسجيل الدخول. الآن هنا صفاء جاسم، وهنا جلب لنا الصلاحية، هنا جلب لك الستيت، المفروض نقلل الاندكس الخاص في الكولم. هنا صفاء جاسم، تمام، الآن كل شيء تمام عندنا. طبعا هذه فقط تغيرها لي إلى 4، حتتم عملية جلب المعلومات بشكل ناجح. الآن يمكن أن تضيف، إذا ما ضاف اسمه طبعا، تضيف على النيم الرئيسي، هنا على النيم الرئيسي إيش تضيف؟ تضيف حرف الدال، أوكي، تضيف حرف ثم تعمل له كونكات ومع هذا، تمام. يعني خلينا نشاهد، مفروض حرف الدال وايضا تضيف سبيس، لاحظ الان، هنا حرف الدال مع السبيس، حرف الدال
مع السبيس يمكن تضيفها بهذا الشكل، أو تضيفها تعمل لها أيضا دال نقطة. أوكي، خلي يكون عندك بهذا الشكل.